لغرس ثقافة السلام والحياة في نفوس الطلاب من أجل بيئة نقية، دشن مكتب التربية بأمانة العاصمة حملة التشجير بعموم مدارس العاصمة صنعاء، والتي تعتبر بداية لإنشاء حدائق مدرسية. سيتم تشجير أكثر من 150 مدرسة، 20,000 شتلة سيتم زراعتها في جميع مدارس أمانة العاصمة، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل أكثر من 20 حديقة نموذجية بالإضافة للحدائق الموجودة داخل المدارس. وهدفنا الأساسي أنه كيف نحافظ على الشجرة، كيف نغرس المفاهيم الصحيحة لدى أبنائنا الطلاب الحفاظ على الشجرة والاهتمام بها. مدير مكتب التربية دعا الطلاب وشرائح المجتمع كافة إلى الاهتمام بالتشجير وإيجاد بيئة نقية طبيعية جميلة وصحية. أدعو من خلال هذه القناة الرائعة كل أبنائي وبناتي الطلاب والمدرسين والمدرسات المحافظة على الشجرة للعناية بها، لرعايتها، للاستمرار رعايتها، لتحويل مدارسنا إلى نموذج للمجتمع المحيط، بحيث ندعو كل المجتمع من حولنا أن يهتم بالشجرة، أن يغرس الشجرة، ونزيد المساحة الخضراء في أمانة العاصمة لتكون نموذج لليمن كله ونموذج لليمن الخضراء التي ننشدها ونحبها، ونعتقد أنها ستكون أجمل بالشجرة. الشجرة عنصر حيوي مؤثر على الأرض والإنسان والبيئة، وتعتبر بيئة نقية ونظيفة، وتوسيع الرقعة الخضراء في المدارس تمثل اللبنة الأولى. احنا نشكر مكتب التربية وأمانة العاصمة على المبادرة الفعالة في أهمية التشجير في المدارس، لأن أول هي تكون منظر جميل في المدرسة، ثانيا تحد من عملية التلوث في البيئة. الحملة تأتي إيمانا بأهمية الشجرة والاهتمام بالبيئة والتشجير، التي لابد أن تلقى اهتماما من المؤسسات التربوية والتعليمية في هذا الجانب، لتكرس العلاقة الإيجابية بين النشء والشجرة والبيئة، لإيجاد مساحات ظل تكون صديقة للبيئة من خلال غرس أشجار تعيد للمدرسة مظهرها وتساهم في تنقية الهواء ولخلق البهجة والسرور في أوساط الطلاب. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء.